يا أخي أمم الآن تحت الأرض، إيش أمنيتهم؟ رب يرجعون. ليش؟ من أجل المآكل والمشارب والتقنية؟ لا، رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يبغى يرجع عشان يشتغل، لأنه عرف قيمة العمل الآن. لذلك عقارب الساعة اللي تمر الآن وأنا وأنت ما نستغلها، وأنا وأنت ما نحس فيها، ونضيع الساعة والساعتين واليوم واليومين، ونقول والله أنا فاضي ما عندي شيء، والله أنا حياتي أصبحت فراغ. يا الله، فراغ؟ ما في حسنات تستطيع أن تشتغل فيها؟ ما في شيء تستطيع أن تقدمه؟ لذلك الذكر هو من أعظم ما تستغل به الأعمار. قال الشيخ الإسلام، قال ابن عثيمين رحمة الله عليه، فهو من أسهل الأعمال، لكن لا يوفق إليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الألباني رحمة الله عليه: ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ تأمل الآن في الألفاظ بس، أفضل الأعمال: وأزكاها عند مليككم، يعني أطيبها عند الله، وأرفعوا في درجاتكم، تبغى الدرجات العالية، لأن الجنة درجات إلى أعلى، وأرفعوا في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وأفضل من الجهاد في سبيل الله إلا ما كان واجب. فقال الصحابة في ذهول: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله بس، بس ذكر الله بس، أن تذكر الله سبحانه وتعالى. يأتي الصحابي اللي في الحديث الصحيح الآخر، قال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الدين، يعني عندنا نوافل وطاعات كثير، دلني على عمل أتشبث به، دلني على عمل أتمسك فيه. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يقول: لا توقف، لسانك يشتغل، اذكر الله سبحانه وتعالى بالليل بالنهار يا أخي، اشتغل، ليش توقف؟ ليش بعض الناس يجلس كذا ساعة ساعتين ثلاث، ربما في محله، ربما في سيارة؟ يا أخي اشتغل، يا أخي استغفر، يا أخي قل لا حول ولا قوة إلا بالله.